ده وطن له ولا دين. الإرهاب ما بيفرقش ما بين الناس وبعضها، الإرهاب ما بينزلش يختار أشخاص، الإرهاب بينزل يستهدف دول، بينزل يستهدف شعب، بينزل يستهدف عزيمة، بينزل يستهدف إرادة. لكن عمر الإرهاب ما هيقدر يهزمنا طول ما احنا عندنا نفس الروح اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، رغم كل المرارة، الحزن، الألم. أنا معايا صورة كده هستأذنكم إن انتوا تشوفوها قبل ما نبدأ فقرتنا، وأرحب بضيفي الكريم. ممكن نشوف الصورة يا علي؟ الصورة دي الولاد في مدرسة، أطفال. ده كان طابور المدرسة بتاعهم النهاردة الصبح. أنا بشكر الوعي اللي موجود عند المدرسة دي، وبشكر الولاد والمدرسين، بس أنا كمان مش بعرض الصورة دي عشان أقدم شكر وبس. الولاد دول هم واقفين وهم ده طابور المدرسة بالنسبة لهم، تقدر تفرقهم عن بعض؟ تقدر تقول مين فيهم المسلم ومين فيهم المسيحي؟ تقدر تقول مين ابن مين؟ حتى اللي ليه ابن واقف في الطابور ده صدقوني مش هعرف يميزه، لأن هم كلهم بقوا حاجة واحدة، كلهم نسيج واحد، كلهم مصريين، كلهم هلال مع صليب. بشكر طبعا الولاد اللي عملوا كده، وخليني بقى ارحب بضيفي الكريم اللي احنا محتاجين اكيد، واحنا بنشوف طبعا الانتفاضة اللي حصلت من المصريين كلهم امبارح، بغض النظر عن الديانة، عشان نقف جنب بعض ونطبطب على بعض. دايما احنا محتاجين كل فترة ان احنا نقول يا جماعة الوعي لازم يزيد، يا جماعة لازم نفهم. زي ما شفنا وانا بعرض لكم صوره المدرسه واحنا بنتكلم على الخطاب الديني والوعي عند الاطفال، هو ده. كم مدرسه عملت كده بقى النهارده؟ انت محتاج تبدا من بدري، محتاج تبدا من بدري قوي، ومحتاجين كمان ان احنا نشوف الصوره دايما بشكل اوضح عشان وعينا يزيد ونبقى فاهمين يعني مش نظريه المؤامره، المؤامره اللي بتتنفذ ضدنا بقى لها سنين، وكمان قد ايه نشوف بلدنا مستهدفه من جوه ومن بره. هرحب بضيفي الكريم العميد خالد عكاشه، مدير المركز الوطني للدراسات الامنيه. زي حضرتك يا فندم، صباح الخير والبقاء لله. صباح الخير يا فندم وبقاء لله وحده. بنقدم كل التعازي لمصر كلها في شهدائها بالامس وفي يوم الجمعه. للاسف عندنا طابور طويل من الشهداء بنحتسبهم عند الله شهداء، وبنقدم لأسرهم وبنقدم لمصر كلها العزاء فيهم، وبنتمنى المصابين طبعا سرعة الشفاء. قبل ما حضرتك تسأليني، أنا عايز أوجه لك شكر يعني كبير جدا. الصورة اللي حضرتك عرضتيها فعلا حاجة متميزة جدا جدا، وهي دي مشهد الوعي اللي احنا فعلا عايزينه. وما تبقى مدرسة عندها ده لازم نقول شكرا ليها، انها مع الاطفال الصغيرين دول بتغرس فيهم يعني المبادئ اللي احنا عايزين كل اطفالنا وكل شبابنا يكونوا متربيين عليها. فشكرا ان حضرتك القيت الضوء على المشهد الرائع ده. ده واجب، انا اللي بشكر حضرتك. وكنت محتاجه، يمكن انا كنت بكلم مع حضرتك قبل ما تبتدي الفقره وبقول لحضرتك انت بتشوف الفرق بين الاحداث اللي احنا عاملين نمر بيها من الجمعه للحد، وقبلهم يعني احداث ارهابيه كتير جدا مرت بيها مصر، ودايما بيكون في استهداف، اما انه استهداف لابناء القوات المسلحه او ابناء الشرطه المصريه. وبعدين ابتدينا نشوف، وده كان موجود ولكن بمشهد قليل، للمدنيين، للنساء، للاطفال. وبعدها خرجت علينا الجماعات الارهابيه امبارح تتنصل من الحادث وتقول لا احنا مالناش دعوه، احنا براءه. حضرتك وانت بتقدمي الحياه الفقره قلتي جمله مهمه جدا جدا، وعلى فكره هي جمله علميه تماما، الخاصه بان الارهاب لا يستهدف اشخاص، لا يختار اشخاص. التوصيف ده الحياه دقيق جدا، وده مفتاح التفسير اللي ممكن نفسر بيه. الارهاب ما بيستهدفش او ما بيختارش اشخاص الا في عملية اغتيال لشخص بعينه، وحتى عملية الاغتيال لشخص بعينه حتى لو كان رئيس جمهورية زي ما شفناه في 81 رئيس جمهورية مصر أو بعض من الشخصيات رمز الدولة،
رمز برضو. برضو ورا الشخصية في معنى كبير وأوسع من مجرد اختيار الشخص نفسه. بس حتى لو اعتبرنا جريمة الاغتيال هي الجزء الوحيد من الإرهاب اللي بيتم اختيار فيه الشخص، بقيت بقى مشهد الإرهاب أو النشاط الإرهابي كله اللي بيمثل 95% منه هو فعلا ما بيختارش أشخاص، بيبقى بيجري ورا المعنى ورا الرسالة اللي هو عايز يوصلها. أما بيفخخ مكان علشان يستهدف رجال شرطة، يبقى عايز يوجه للأمن طعنة في الظهر، وبيحاول ان هو يعني يأثر في روح الجهاز كله المعنوية من أصغر مجند في وزارة الداخلية حتى الوصول إلى قيادات وزارة الداخلية. عايز يوصل رسالة إحباط، عايز يوصل رسالة توتر، غضب، إحساس بعدم الاستقرار، إحساس بأن الجهاز لا يقوم بدوره. هو الإرهاب بيبقى عايز يوصل لهذه المشاعر السلبية. لما بيفتح المشهد أكتر وبيذهب ناحية المدنيين، الحياة إحنا على المستوى المهني بنقول عليه أخطر المناطق اللي بيتوجه ليها. أخطر المناطق لأن إحنا تربينا جوه أجهزة أمنية، وكل أجهزة الأمنية على مستوى العالم بتبقى هدفها الرئيسي هي حماية أمن المواطن. ودايما يعني بيبقى الرجل الأمن أو رجل القوات المسلحة أو الرجل الموكل إليه مهام من النوع ده بيبقى عايز يبدأ يومه بأنه هو يشتغل على حماية المدنيين، ويشعر بنهاية اليوم أنه نجح فيه لما يكون هذا المواطن رجع بيته بسلام آمن، ما حصلوش أي تهديد، كل ممتلكاته سليمة، كل منقولاته سليمة، حتى على مستوى حالته النفسية أن ما حدش ضغط عليه نفسيا بأي أحداث ومضايقات من أي نوع. النزول بقى والدخول من التنظيمات الإرهابية لهذا النوع، إحنا قدام تغير مهم جدا وتغير مقلق للغاية، وأنا آسف إني بقول ده بس هو ده الحقيقة فعلا. إحنا لازم نواجه الحقيقة فندم عشان نشعر بمدى الخطر اللي إحنا فيه. مدى الخطر اللي إحنا فيه الحقيقة، حضرتك سألتي برضو سؤال مهم جدا قبل الهواء الخاص بيه، لماذا تنصلت التنظيمات الإرهابية مما حدث؟ ده سؤال أنا الحقيقة امبارح كنت بفكر فيه طول اليوم. سرعة إن هما جريوا بسرعة يا فندم، أسفة جدا، يطلعوا بيانات يقولوا إحنا مالناش دعوة بالحادث ده، في حين زي ما حضرتك لفت نظري إنه حادث يوم الجمعة حصل وفورا هم أعلنوا الجماعات الإرهابية كلهم من رحم واحد، أنا ما بفرقهمش عن بعض، بشوفهم كلهم زي بعض، أعلنوا مسؤوليتهم عن الحادث. وده سؤال مهم جدا إنه المواطن العادي وأنا كمان نفهم أبعاده. ليه بقول عليه سؤال مهم؟ لان هو ده فحوى الرساله من العمليه الارهابيه. مفيش عمليه ارهابيه بدون رساله، تمام. حتى لو بقت الاطفال برضو بيبقى التنظيم الارهابي عايز يسبب اكبر قدر ممكن من الالم. حضرتك لو سمعتي عن عمليه ارهابيه ضد مجند شرطه او ضابط شرطه هتحسي بالالم وهتتالمي، ولكن في مساحه منها هتقولي هو ده دوره، وهو واقف علشان يحمي وطنه ويحمي ابناء وطنه فبيدفع ضريبة الدم إلى مساحة ما. لكن مع الطفل، مع المدني، مع السيدة، مع الفتاة، الألم بيبقى كتير جدا وبيبقى مفتوح. فلو دورنا على الرسالة، تنظيم الإرهابي اللي صارع يوم الجمعة نفذ العملية الساعة 10 صباحا، الساعة الثالثة ظهرا، كان نفس التوقيت فعلا، أيوة، والثالثة ظهرا كان بيعلن مسؤوليته عن الحادث. هو رسالته كان عايز يقول للأجهزة الأمنية ولوزارة الداخلية على وجه التحديد، أنا موجود، أنا قادر، أنا أصبتكم في دماء أبنائكم، وأنا قادر على صناعة الإيذاء وصناعة مساحة من الخوف أو الرعب لدى المواطنين اللي كانوا موجودين في المكان وهم بيستمعوا لتفجير في منطقة سكنية وفي منطقة مدنية. كان حريص أنه يوصل الرسالة دي ويفتخر بيها ما بينه وبين نفسه وما بينه وبين أعضائه، ويرفع من روح أعضائه المعنوية إن أنا بعرف أعمل عمليات إرهابية وبنجح فيها وقادر على سفك مزيد من الدماء. بيبقى بيجري ورا هذا المعنى وهذه الرسالة، تمام، وعارف إن المواجهة مفتوحة
لو هو تبنى العملية أو لم يتبناها ما بينه وما بين الأجهزة الأمنية دورها أن كده كده في مواجهة، المواجهة مفتوحة والمواجهة حاضرة. وحتى لو لم يسقط شهداء وهم ليسوا أول الشهداء يوم الجمعة ونحن طبعا نحتسبهم أبطال جميعهم، لا هم هيكونوا لا هم الأوائل ولا هم هيكونوا آخر طبعا الشهداء. لا طبعا. فعارف أن المسألة ما تتعلقش بمسألة أن المواجهة هتختلف أو هتعلو درجتها أو تخفت أو أي حاجة، دايما هتفضل الأجهزة الأمنية بتحاول موجودة توصل ليهم بالضبط كده. فهو بيستثمر رسالة في مكان آخر زي ما أشار. نيجي اليوم الحد بقى، يوم الحد هو بيصنع رسالة إيه؟ بيصنع رسالة إحباط شديد جدا عند الرأي العام المصري المسلم قبل المسيحي طبعا. بيرفع درجة الغضب الهائلة والضيق والألم لدى جموع أشقائنا المسيحيين إن هم يشعروا إن هم بيتم ارتكاب عملية إرهابية في دور عبادتهم وضد أبناء المصلين والمصلين أنفسهم اللي موجودين جوه كنيسة. طيب لو طلع تنظيم إرهابي وتبنى عملية يبقى كل الغضب، هو مستهدف رفع درجة الغضب ودرجة الاحتقان ودرجة الإحباط الشديد جدا، لكن خلينا في الغضب والاحتقان على وجه التحديد. وربما جميعنا شفنا مجموعة من المشاهد اللي كنا متألمين وإحنا بنتابع الحادث. معلش يا فندم أنا أسفة جدا بقطع كلام حضرتك، إحنا بنتابع دلوقتي يا جماعة معاكم على الهواء مباشرة القداس الإلهي لشهداء الكنيسة البطرسية، وإحنا يعني تمر الكاميرا على أسماء الشهداء والجسامين. إحنا يعني دلوقتي في اللحظات دي أنا بطلب من كل يعني اللي بيشوفونا واللي قاعدين قدام الشاشة والموجودين في أي مكان أو بيسمعونا، كل منا يصلي صلاته، صلاة واحدة لله الواحد الأحد، نطلب منه العون الصبر الرحمة، نشد من أزر بعض، ربنا يرحمهم يا رب. أسفل ما أرجع كمان. مساحة الغضب والضيق اللي عند المصريين كلهم التنظيم الإرهابي بيبقى عايزها تفضل موجودة وتفضل تضرب داخلنا وتضرب في مناطق عشوائية. لو طلع تنظيم زي الإخوان أو زي حسم أو زي لواء الثورة أو أنصار بيت المقدس تبنى الحادث، اللي يتبنوا الحادث هيتوجه غضب المصريين جميعهم وكأنها موجة انفجارية زي اللي كانت موجودة في الكنيسة، هتتوجه تجاه هذا التنظيم واتجاه إذن هنا التنظيم برضو لعب لعبة تانية، ما كانش الحادث الإرهابي بس، ولكن يعني أنا طبعا ده باخده من كلام حضرتك يعني أنه لا أنا عايز أقول ليكو أبرأ تلك الجماعات الإرهابية صحيح من الحادث، وبالتالي أحط غضب الشعب أو غضب المواطنين تجاه الدولة فقط لا غير، تجاه الدولة وتجاه بيننا وبين بعض وتجاه الآخر، وتجاه لما ما لقيش حد أغضب منه أصاب باليأس وبالإحباط. لو ما لقيتش حد في حالة غضب عادية بلاش إرهاب، لو ما لقيتش حد أفرغ فيه شحنة غضب ما قدامي هقعد مكاني وأنا في أسوأ حالاتي النفسية، وهذا هو المراد من العملية الإرهابية إن هو يهزنا جميعا ويهز ثقتنا في نفسنا. طب ويهز ثقتنا في بعض. طيب حضرتك رصدت مثلا على مدار الحوادث الإرهابية اللي كانت بتحصل، إمتى عدد المرات اللي الجماعات الإرهابية دي خرجت تتنصل من حادث بالشكل اللي حصل امبارح؟ معظم الحوادث اللي موجهة زي ما حضرتك أشرتي في الأول إلى المدنيين. طب أنا هقطع كلام حضرتك وإحنا دلوقتي كلمة كنت بتكلمنا على فكرة إنه يتم توجيه الغضب من المواطنين أو من بعضهم لبعض تجاه نظام أو تجاه الدولة أو تجاه الحكومة، وعلشان كده كان في تسارع من الجماعات دي إنها تخرج تطلع هذا البيان ويتنصلوا من الحادث ويقولوا إن هم براء، يعني براءة الذئب من دم ابن يعقوب يعني بالزبط. ولا مش عارفة هم عايزين يقولوا بالزبط. إيه بالظبط يعني عايزين يتنصلوا زي ما حضرتك بتقولي، عايز يتنصل من المشهد، عايز يخرج منه في غفلة مننا جميعا، يستغل ثورة الغضب اللي احنا فعلا بنتكلم عنها
كل المصريين امبارح كانوا يشعروا بحالة غضب شديدة جدا، عايز يقول ان انا الكلام دوت ما هوش ارهاب، مش بيخدع المشاهد، ما احنا كلنا عارفين انه ارهاب. بس في ظل زحام هذا الالم وهذا الهم ممكن دي تعدي، ممكن احنا نبتدي نوجه غضبنا لبعض ونبدأ نصاب بالاحباط كما اشرت، ان احنا بدل ما ركز على جماعة، ايوه بدل ما ركز على، بدل ما الح على فكرة ان الارهاب هو من يستهدف المواطنين والارهاب هو من يوجه الرصاصات ضد صدور مصر كلها والدولة بكل مكوناتها، اجهزة وشعب ورئاسة وحكومة زي ما حضرتك يعني فنتيهم كأقسام، كلهم. واحنا شفنا ده يمكن امبارح مع الاصوات اللي ابتدت تخرج يا فندم. يعني امبارح مثلا لقينا حركات، مثلا حركة كانت ضد غلاء الاسعار داخله في الموضوع، حركه مش عارفه ايه داخله يعني، وكل واحد ابتدى بدل ما يبقى الشعار او الهتاف واحد وهو مصر والمصريين وارواح الشهداء الابرار من الاثنين، كانت هتافات بقى متفرقه، وكل واحد بقى رايح يدور على المصلحه بتاعته هو عايز في الاخر يعني. ده صحيح، ومش قادر اتجاوز الحقيقه مجموعه من التصرفات المسيئه اللي تمت قدام الكاتدرائية واستثمارا لحالة الغضب، وده اللي يفسر اللي احنا بنتكلم فيه من بعض الاعتداءات ضد اعلاميين وسلوكيات معيبة، في حين ان كان الاعلاميين دول تختلف او تتفق معاهم، معجب بيهم مش معجب بيهم ايا كان هذا الامر، لكن في بكل المقاييس هؤلاء كانوا نازلين بسرعة يأدوا واجبهم ويأدوا دورهم اللي هم هو ده مهمتهم وهو دي وظيفتهم. بس ده بيدي دلالة برضو ان اللي كانوا موجودين يا فندم مش هم الشباب او اهلينا المصريين اللي في حالة حزن او غضب، ولكن كان في اطراف تانية ممكن تكون دخلت، ويعني احنا مش هنحقق ونطلع البطاقة ونشوف مين. هو ده اللي يعني بيأكد كلام حضرتك، وانا اشرت للنموذج دوت عشان اقول ليس هذا التصرف لا من اخلاق الكاتدرائي ولا خالص من اخلاق المسيحيين خالص، قولا واحدا كلنا عارفين ده، وكلنا ما اتضحكش علينا امبارح بهذا المشهد. وليس اخلاق المصريين العاديين اللي ماشيين في الشارع، المصري العادي بلاش المسيحي وبلاش اللي في الكاتدرائيه، الكاتدرائيه الناس بتروح هناك توطي صوتها من جلال المشهد. المصري اصلا ما بيعتديش على واحده ست من جلال المشهد، مش ممكن يعني، استحاله على الاطلاق. ولو انت المصري لو انت غضبان من حاجه بتشوفها في الشارع بتعرض عنها، بتحط وشك في الارض وتمشي، لان الامر ده يضايقك، لكن ما بتروحش ان انت تأذيه او ان انت تتصرف تصرف معيب. فهنا يؤكد ان كان في حاله من حالات الاستثمار او محاوله الاستثمار، وهنا كانت التنظيمات الارهابيه بتلعب الحقيقه، هي بتحاول تخرج من المشهد علشان تسيب مساحه الغضب دي تنفس عن نفسها في اتجاهات خاطئه وفي توجهات مش بتاعة المشهد على الإطلاق، وده مهم جدا. ولما كنا بنتكلم قبل الحادث ده وأثناء الحادث وهنتكلم عنه كتير فيما بعد، في ضرورة الوقوف وما ننساش ان احنا كلنا في نفس الخندق، كل المصريين الحقيقيين في نفس الخندق الواحد، فلا يجوز الخلاف جوه الخندق، احنا عدونا واقف بره. طيب احيانا طبعا اكيد الاجهزه الامنيه مع كل حادث هم بيقعدوا وبيدرسوا، وبيبقى في دروس مستفاده، وبيبقى في خطط امنيه جديده بيتم وضعها لك. انا يمكن حريصه معلش ان انا استفيد من حضرتك في الجزئيه دي للمواطن العادي، لزياده الوعي زي ما الرئيس كان بيتكلم عنه لسه اول امبارح، انه احيانا بيبقى نقص الوعي جزء من المؤامره. صحيح. او بيساهم في ان المؤامره، ده الرئيس قال القول الفصل هي دي المؤامره، هي دي احنا يبقى الوعي. طيب انا كمواطن لازم انا يبقى قدامي دروس ودلالات اي مواطن محتاج يستفيد منها، حضرتك تقول لنا ازود ده ازاي، استفيد ازاي من الازمه اللي بتحصل، استفيد ازاي من لو احنا طبعا في كلام المشاعر ونحن لازم نقوي بعض وكل ده احنا محتاجينه، ولكن انا بتكلم على البعد الامني اللي المفروض انا يبقى دايما عندي استشعار امني واحس بالخطر اللي حواليا. قولا واحدا علشان نحاول نوصل لدرجه امن تحفظ حياتنا كلنا وتحفظ اماكننا وتحفظ الاماكن اللي بنرتادها وخلافه،
لابد ان تكون في منظومات للنظام اكثر احكاما مما نحن فيه الان، وهذه المنظومة للنظام وللتأمين لابد ان يخضع لديها الجميع، بل ويصر عليها الجميع، وان يسعى ان يبقى اي تردد على اي مكان، مترو الانفاق، محطات سكك الحديد، اي مرفق من المرافق، دور العباده زي الكنائس، المساجد، المولات التجاريه، الاماكن العامه، السينما، كل ما يمكن ان نتحدث عنه بيرتاده عدد كبير من المواطنين، لابد انه يخضع لسيستم، لنظام امني محكم، وان احنا كلنا نبقى بنحترم هذا النظام الامني المحكم، بل ونحرص عليه وننبه العاملين فيه ان الاجراءات ليست كما ينبغي اذا شفت حاجه مش مظبوطه، واذا شفت حاجه خاطئه او تصرف وسلوك لفت نظري بصوره غير طبيعيه اسارع وابادر للتنبيه ليها والتنبيه والاشاره اليها لرجال الامن او للمسؤولين عن الامن في المكان حتى يمكن اتخاذ الحذر من ناحيتها. هذه الايجابيه في التصرف وفي ردود الافعال تحقق لنا مساحه كبيره جدا من الامن، وتساهم بقوه مع الاجهزه الامنيه انها تخرج بالمشهد او باي منطقه الى بر الامن، ان انا كمواطن التزم بكل الاجراءات الامنيه، وكمان اكون حريص على ان النظام الامني، انا محتاجه النظام الامني يكون اكثر تشددا، واظن ده هيصب في مصلحتي. هذا صحيح. ولو قلنا لسه شيخ الازهر بيتكلم على ايجابيات داخل المجتمعات الغربيه او المجتمعات الحديثه، المواطن الغربي بيمشي لو لقى نفسه ما تفتشش التفتيش الواجب والتفتيش المناسب بيرجع وبيقول انا ما تفتشتش، انا لم يتم اجراءات تامين ليا كما ينبغي، انا مش مطمئن ان انا داخل. تمام. وبيجبر حتى القائمين على الامن باداء دورهم. هو ده يا فندم في نهايه حديثنا مع بعض، هو ده اللي احنا محتاجينه، واللي انا يعني انا يمكن بدايه الحلقه بتكلم عنه، ان احنا محتاجين برضو احنا نكون حريصين على موضوع الامن اكتر من كده. يعني لو انا يعني عايز اشكر حضرتك جدا وعلى تشريفك ليا، بس انا لو انا ست وداخله مكان ولقيت حد مفتش شنطتي كويس لازم اروح ابلغ عنه. صح. انا عن نفسي ده صحيح. لازم اروح ابلغ عنه واقول ان موظف الامن او موظفه الامن اللي موجوده قصرت وانها ما فتشتش الشنطه كما ينبغي، او زي ما بيحصل فاهم، يجي يروح فاتح شنطه العربيه يبص عليها واقفلها. انا طبعا بشكر حضرتك جدا، وانا اتمنى النهارده كمان وزاره التربيه والتعليم يكون في حصه في المدارس توعي أولادنا عن الإرهاب، يبقى ده قرار دولة في المدرسة، ويكون في ناس مؤهلة، وفي ناس مؤهلة كتير تعمل الكلام ده كله. أنا مهم جدا 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 نبتدي ننتبه للولاد في المدارس. بشكر حضرتك جدا العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، وأستاذن حضرتك احنا نتوقف ضياء حداد مع السلام الجمهوري، وهنترك السادة المشاهدين واحنا بنتابع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية والقداس الإلهي على أرواح الشهداء الأبرار. شكرا جزيلا. توقف بس ضياء حداد.